مرحبا بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة لما بنتكلم عن التغيرات المناخية بنتكلم عن جزء من اللي بيحصل في بيئتنا اللي احنا عايشين فيها واللي بتحيط بينا، سواء كنا بنتكلم على البيئة الصغيرة اللي هي الدولة اللي احنا عايشين جواها أو البيئة العالمية. لأنه الحقيقة مع الثورة الصناعية والممارسات الغير سليمة للبشر، كل ده أدى لمشاكل كتيرة جدا خاصة بالبيئة. المشاكل دي مش بس موجودة في دولة أو في قارة، ولكن موجودة في العالم كله في مختلف أنحاء العالم، لأنه أي مكان بيحصل فيه تغيرات أو بيحصل فيه تلوث أو بيحصل فيه أي مشاكل خاصة بالبيئة بيكون له تأثيره الحقيقة على العالم كله. بعد أيام من دلوقتي مصر بتستضيف الكوب 27 أو قمة المناخ في شرم الشيخ، واللي هيحضرها عدد كبير من قادة وزعماء العالم، وهيكون في مشاركات دولية وعالمية كتيرة جدا. وإحنا طبعا في انتظار هذه القمة اللي بتعتبر إضافة رائعة الحقيقة لنجاحات مصر في الأونة الأخيرة. النهاردة بقى هنقول إنه إحنا مش بنتكلم بس عن التغيرات المناخية، لا، إحنا بنتكلم كمان عن التصحر، بنتكلم عن التلوث، بنتكلم عن طبقة الأوزون. كل دي حاجات خاصة بالبيئة، وعشان كده احنا بنقول انه في مؤسسات كتيرة عليها دور وعليها مسؤولية في ان هي توعي الناس بأهمية الحفاظ على البيئة وبالمشاكل اللي بتواجهها البيئة. من ضمنها وفي مقدمتها وسائل الإعلام. النهاردة هنتكلم عن دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة وفي الإبراز الخاص بمشاكل البيئة وطرق الحلول المختلفة اللي ممكن تؤدي لإيجابيات في البيئة اللي احنا عايشين فيها. تعالوا نرحب بضيفتنا دكتورة سمر يسري، مدرس بكلية الإعلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا بيكي، وسعيده قوي بالمقدمه الجميله دي. انا نفسي خدت شويه معلومات كده حلوه من المقدمه. لا، ده احنا هناخد منك المعلومات الاكتر دلوقتي. الاعلام البيئي ده يعني جزء مهم جدا من عده خصائص للاعلام، يعني بنتكلم عن الاعلام الرياضي والفني والسياسي و الى اخره، فبقى عندنا مصطلح الاعلام البيئي. فخلينا نبدا بالجزئيه دي، ايه اهميه ان احنا يبقى عندنا اعلام متخصص في البيئه؟ والله حضرتك بتتكلمي في جزئيه مهمه جدا، وجزئيه كمان يعني متخصصه، يعني بيسموها زي ما نقول كده عندنا في بعض مقررات كليه الاعلام ان احنا عاملين حاجه اسمها الموضوع الخاص في الاعلام. موضوع خاص في الاعلام ممكن كل ترم يتغير حسب الحاجه او متطلبات الوقت اللي احنا فيه. فمثلا ممكن يبقى مره موضوع خاص في الاعلام عن السياحه، ازاي نعمل توعيه سياحيه، موضوع خاص عن الاعلام في البيئه، ازاي نعمل توعيه بيئيه، في ظل طبعا ان احنا الفتره الحاليه المؤتمر اللي احنا داخلين عليه، ودي خطوه كبيره جدا مصر هتقوم بيها الفتره اللي جايه، والحقيقه ان هي خطوه داخل فيها ناحيه بيئيه وسياحيه في نفس الوقت. بالتاكيد يعني هو المؤتمر هيكون يعني ضروري جدا في الوقت الحالي لمصر ولإفريقيا بشكل عام. احنا عايزين إفريقيا، يعني السيد الرئيس رفع شعار في مؤتمر غلاسكو العام الماضي، احنا عايزين إفريقيا خضراء. تمام. أو الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء. فعملية التوعية بالبيئة، احنا لو نزلنا دلوقتي سألنا، لو حضرتك نزلتي تسألي حد في الشارع دلوقتي قلتي له ايه أهمية المؤتمر اللي هيحصل كمان أسبوع ده، مش مفيش توعية كاملة من الإعلام لسه. انتوا بتعملوا اللي عليكم، والإعلام الحكومي بيعمل اللي عليه، وبس الناس ما بقتش تقرا، والناس اللي الإعلام الرسمي والإعلام الرسمي الناس ما بقتش تقرا والناس ما بقتش تشوف. يعني مثلا حلقة زي دي ممكن تكون حلقة مهمة جدا، انك تشوفي اعداد الناس اللي هتشوفها على اليوتيوب، انما حد يشوفنا على الهواء هيبقى عدد قليل من ربات البيوت، انما على اليوتيوب هنبقى في عدد كبير من المشاهدات. هو ده ليه علاقه اصلا بمتابعه الناس لوسائل الاعلام بشكل عام، هي بقى معظم الناس دلوقتي بتتابع السوشيال ميديا اكتر. يعني ده حقيقي. فانا لسه وانا جايه دلوقتي فقلت اسال حد من الجمهور، بما اننا بنتكلم على التوعيه البيئيه، تعرف ايه عن المؤتمر اللي سياده الرئيس هنستضيفه في شرم الشيخ قريبا، وانه هيكون حاجه كبيره، والاعلانات احنا الدعايه في كل حته في الشوارع، احنا عاملين اللي علينا، ده يعتبر داخل في الاعلام، اطار الاعلام التوعوي، الاعلانات اللي في الشارع، الاعلانات التلفزيونيه، الاذاعه المصريه، طول ما انا جايه في الطريق وانا مشغله الاذاعه المصريه فيها على طول تنويه المؤتمر، المؤتمر، الناس كلها عندها الفتره الحاليه علم بالمؤتمر، لكن اهميه المؤتمر ايه؟ وهيعمل ايه في مصر؟ وهيفيدنا في ايه؟ وهيفيد القاره الافريقيه في ايه؟ ده اللي لسه الشعب
ما فيش توعية كافية بيه. احنا معانا هي صور بنشوف فيها الاستعدادات الخاصة بشرم الشيخ لاستقبال الكوب 27، فيعني طبعا عندنا استعدادات رهيبة. وزي ما انت كنت بتتكلمي ان احنا هنا بنتكلم كمان عن تنشيط للسياحة، يعني احنا هنتكلم عن موضوع مهم من خلاله هيبقى نافذة لتنشيط السياحة في مصر. ده حقيقي، واحنا محتاجين ده في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ان احنا محتاجين ندخل موارد جديدة لمصر. لو حضرتك سألتني هيبقى أهمية المؤتمر ده ايه، او الناس لازم تعرف او الشعب بتاعنا لازم يعرف ويوصل له أهمية المؤتمر ده ايه، ده مش مجرد مؤتمر ان احنا هنحافظ، احنا في الأساس وأهداف المؤتمر الأساسية هي الحفاظ على الغلاف الجوي للكرة الأرضية من الانبعاثات الكربونية اللي حصلت زي ما في مقدمة حضرتك قلتي التلوث البيئي، وان الكرة الأرضية ارتاحت من البشر في 2020 لما قعدنا كلنا في البيت وابتدت نرتاح من تلوث العربيات والسيارات وإلى آخره والمصانع، وان المصانع اللي كانت بتضر بالفحم ساعتها كنا بنقول البيئة اتنفست، يعني رجعت تتنفس مرة تانية، كانت محتاجة ان احنا الكرة الأرضية او سطح الكرة الأرضية تنفس. وفعلا قلنا ان طبقة الأوزون وقتها نسبة طبقة الأوزون قلت. لكن لو جينا قلنا المؤتمر بتاع سيادة الرئيس ده هيكون أهميته ايه، ليه محاور كتيرة، هو أهميته كمان وفقا لكمان احنا يعني شايفين انه في ناس كتيرة قوي هتحضر ومعظمها ناس قادة وزعماء من مختلف أنحاء العالم، يعني ده ان دل على شيء يدل فعلا على أهمية هذه القمة. قمة يعني هي خطوة اقتصادية، خطوة اولا في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها، اولا هيبقى ليها مكاسب اقتصادية. قلنا المكاسب الاقتصادية الأولانية هي السياحة، طبعا هيبقى في رجال أعمال، هيبقى في رؤساء دول، هيبقى في مختلف اقتصاديين من دول العالم، هنوريهم على هامش المؤتمر مجموعة من الحرف والمنتجات المصرية، مصر وصلت لفين في الصناعات وفي الاقتصاد لتشجيع الاستثمار، ده من ناحية. من ناحية أخرى طبعا، ومصر طول عمرها أم الدنيا ورائدة العلاقات العربية والإفريقية، فإحنا هنبقى بنقوي علاقتنا بدول الجوار أكتر من خلال القمة واستضافة رؤساء الدول. ده لو عايزين نعمل توعية أكتر، لأن الناس مش فاهمة حقيقي. الناس فاكرة تقول لك إيه، طب في ظل الأزمة اللي إحنا فيها دي وارتفاع الأسعار هنعمل إيه بمؤتمر هيساعدنا بس أو بيتكلم عن تلوث الهواء؟ لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. هو الناس لكن كمان الناس مش فاهمة. أنا معاكي على فكرة، لأنه الناس معظمها كمان متخيلة إن إحنا التغيرات المناخية دي يعني نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة. أيوة. اللي هو إحنا شوية هنفطس من الحر وشوية هنتلج من البرد لما الشتاء خلاص جاي داخل علينا. فالناس فعلا يعني مستوى وعيها واصل لكده، انه احنا بنتكلم عن احنا ليه بقينا بنسقع قوي كده وبنتلج، واحنا ليه بقينا بنفطس قوي كده في الحر. يعني ده حقيقي، هو ده اللي حضرتك قلتي لي عليه في السؤال الاولاني، ان احنا بالنسبه للتوعيه احنا عاملين دعايه مش توعيه، يعني احنا عاملين دعايه قويه للمؤتمر. مصر ما شاء الله عليها، والاعلام والتلفزيونات وكل الدول حاليا بتتكلم عن استضافه مصر لمؤتمر المناخ، وكان معموله دعايه كبيره. لكن في فرق بين البروباجندا والدعايه، وما بين ان انا اسوق افكار المؤتمر، انا ايه الشعب المصري يبقى عارف انا هكسب ايه من المؤتمر ده. ممكن نقول انه من خلال جلسات المؤتمر برضو هيكون في فرصه لان الناس تعرف الموضوعات اللي حضرتك بتتكلمي عنها، يعني لو الناس تبعت في الكام يوم بتوع المؤتمر دول الجلسات النقاشيه اكيد هتستوعب حاجات كتيره جدا، الى جانب ان احنا فعلا بقالنا فتره بنتكلم من خلال ضيوفنا، والنهارده انت معانا عشان نتكلم عن دوت. ده حقيقي، يعني عايز اقول لحضرتك دي فرصه دايما بيتاحها سياده الرئيس والحكومه للشباب. احنا عندنا من الكلية عندنا بنختار كل سنة سواء في مؤتمرات الشباب أو في مؤتمرات شرم الشيخ، إن إحنا بنبعت شباب من الكليات وبيبقوا سعداء سعداء، يعني إن هم هيروحوا مؤتمر في سيادة الرئيس والحكومة وهيسمعوا الحكومة بتقول إيه. فطبعا شباب الكليات دول عليهم عامل كبير على التوعية، وإن إحنا بعد كده يجوا ينقلوا اللي حصل في المؤتمر. خلينا ندخل أكتر في الإعلام البيئي بقى، لأن هي فكرة إنه التوعية ده جزء من دور الإعلام البيئي، لكن فكرة طرح القضايا وايه اللي هي القضايا اللي بيناقشها الاعلام البيئي فيما يتعلق بالبيئه. مثلا ما حدش فاهم ان احنا سياده الرئيس والحكومه ماشيه بشكل كبير قوي في موضوع الاعلام البيئي، في موضوع كمان ان احنا نعمل تطورات في الناحيه البيئيه. يعني مثلا مش كتير عارف انتقد عن مصنع بنبان بتاع الطاقه الشمسيه في اسوان اللي تم افتتاحه من كذا شهر، ما حدش عارف ان ده يعتبر كانه سد عالي جديد لمصر
في عصر حديث. يعني طاقة بنبان أو الطاقة الشمسية اللي احنا عايزين نلجأ ليها اللي هي الطاقة النظيفة. أيوة. إن احنا نرجع لحاجة اسمها الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء، إن احنا نبطل الفحم في العربيات والبنزين بنشوف شكمان، كنا بنشتكي من شكمان العربيات في الشوارع والتلوث الهواء. فإحنا لما نيجي نستغل الناحية الاقتصادية، يعني زي ما بيقولوا كده 2 في 1، ناحية اقتصادية بنعلي البلد في نقطة، وبنصدر وبنستورد الغاز. يعني أنا أقدر أقول دلوقتي وأشيد بمصر في موضوع الغاز. مصر دلوقتي تعدت دول أوروبا، محدش هيصدق. يعني أنت لو جيتي دلوقتي تقولي لحد في الشعب المصري على فكرة إحنا عدينا في الغاز، احنا بنعدي في حاجه؟ لا، احنا بنعدي في حاجات، احنا في حاجات، في انجازات بتحصل. احنا عدينا في الغاز الطبيعي في ظل ازمه اوكرانيا وروسيا، وظل ان في دول كانت بتعتمد على الغاز من اوكرانيا لما اتمنع الاستيراد والتصدير. دول اوروبا دلوقتي بتعتمد، رجعت لزمان للعصر البدائي. أيوة. دول اوروبا رجعت للفحم. ايوه. طب احنا عندنا فائض غاز. الدولة عايزة ايه؟ او الـ 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 الشعب عايز ايه؟ الشعب نفسه بقى كمان بما اننا بقى عندنا فائض غاز يبقى عندنا دعم على الغاز. فدي حاجة داخلة في الطاقة النظيفة. في نفس الوقت انا هتقدم، هبقى زي دول اوروبا. في نفس الوقت انا هغير العربيات دلوقتي، في سيادة الرئيس قال والحكومة قالت، ولكن لسه ما شفناهاش، لسه بتطبق، لسه بتتعمل. قال انا هشيل الميكروباصات ومن على الدايري ومن على طرق المحور و الى اخره، وهخلي المونوريل اللي هو بالطاقة النظيفة يمشي على 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 الدايري وعلى الطرق. فانا كده ببتدي بعمل اقتصاد في نفس الوقت بعمل بيئة. اعتقد ان دي برضو حاجات اهي يعني التصويريه او تسجيليه بنقدمها للمشاهدين برضو بتوضح ايه اللي بيحصل او ايه المشاكل اللي بنعاني منها. احنا ربنا حمينا مصر، ربنا حميها في مواردها، الموارد الطبيعيه بتاعتها. لكن احنا عندنا ماده ما حدش يعرف ان احنا عندنا مواد في الدستور. يعني احنا عندنا ماده مواد خاصه بالبيئه، ماده رقم 32 و33، وماده هم 6 مواد تقريبا، ماده 44 وماده 46 وفي ماده 79، كلهم على ان من يعني من واجبات الدوله على الشعب انها تحافظ له على الثروه السمكيه وعلى الثروه الحيوانيه. وفي تخيلي ماده عندنا في الدستور للرفق بالحيوان، عشان بيقولوا ان احنا ما بنهتمش لا، احنا عندنا ماده للرفق بالحيوان. تمام. وعندنا ماده كمان تخص بقى دي اللي اعتقد كمان انه مهم جدا الفتره الحاليه اللي احنا داخلين على المؤتمر كمان ايام قليله، الحفاظ على نهر النيل. احنا كان عندنا ازمه، انت بتتكلمينا دلوقتي عن القانون والدستور. طب احنا من ايام الفراعنه يعني كان في تقديس لنهر النيل، وكان في قسم ان هو يعني يقسم انه لا يلوث مياه النيل. يعني هبه مصر. هبه النيل وهبه مصر، هبه المصريين النيل. فاحنا كان عندنا ازمه السنتين اللي فاتوا اللي هي المفاوضات الكبيره مع دول افريقيا، المفاوضات مع السودان ومع اثيوبيا والى اخره للحفاظ على مياه نهر النيل. فدي برضو الموضوع ده احنا اعتقد انه هيساعد كتير المفاوضات والاتفاقيات اللي ممكن تحصل من خلال المؤتمر ده لتاكيد حق مصر وشعب مصر. ومع ان شعب مصر مطمن بتأكيد الرئيس وبتأكيد الحكومة ان ما تخافوش على نهر النيل. يعني نهر بس احنا عندنا هنا بقى الجزئية المهمة فعلا هي توعية برضو الناس بأهمية الحفاظ على نهر النيل، والحفاظ ما نرميش بقى في القل. يعني حاجات اللي بنشوف حاجات رهيبة بتطلع من نهر النيل. يعني ده حقيقي، في مياه بنحس ان ساعات في ناس تيجي تشرب المياه تقول لك يعني احنا ربنا بيدينا هبة، ليه ارجع الاقي المياه ريحتها فيها حاجة مش كويسة؟ رغم كل طبعا المعالجات اللي بتحصل، بس احنا بنتكلم حتى عن المنظر. يعني المنظر بيبقى مش لطيف لما نشوف المنظر ده على ضفاف النيل. ده حقيقي. وهي سلوكيات برضو، يعني هو برضو مش كل حاجه على الحكومه طبعا، في سلوكياتنا احنا. يعني مفيش في القانون بقى تجريم لحاجه مثلا، نفسي زي دول اوروبا بقى. انا نفسي اللي يجي كده يبقى في عسكري، انا بتمنى زي دول اوروبا في عسكري واقف كده ومرور في الشارع، اللي بيرمي حاجه من العربيه خد غرامه. ده الشعب هيخنقني لو سمع ان انا بقول الكلام ده، بس انا نفسي نعمل زي دول اوروبا. لا يعني على فكره احنا عندنا مشكله، احنا المفروض ان احنا يعني متدينين، والدين بيقول لنا النظافه من الايمان. فاحنا المفروض ان ده يبقى سلوك طبيعي بالنسبه لنا. لكن احنا للاسف عندنا، مش عايزه اقول عدم وعي، ده مش عدم وعي، ده يعني حاجه تانية ما ينفعش نقولها يعني. بس هي الفكره انه الناس ممكن تكون بتحافظ على نظافه بيتها لكن ما تفرقش معاها بره البيت. طب ما هو ده بيتي برضو، بيتي الكبير يعني. ده حقيقي. طب احنا
بنشوف دلوقتي ثورة كبيرة في تطوير الطرق في مصر، واحنا شايفين كلنا في كل حته تطوير الطرق في كل مكان. مش حرام بعد ما بيجوا ويرصفوا ويعملوا نرجع نلاقي حد بعد كده رمى من البلكونه مش شباك القمامه بتاعه اليوم ويوم حاططها في الشارع على اساس بتوع النظافه ممكن يوم يجوا في الشوارع ويوم ما يجوش. طب احنا علينا دور ان احنا ننظف المكان، الشارع بتاعنا، الاهالي بتوع العماره نفسهم او البيت نفسه. والله بتحصل، انا عندي بيعملوا كده. احنا ممكن ننزل ننظف تحت بيتنا، احنا عايزين بيتنا شكله نظيف، ليه اخلي الشارع يبقى فيه هم رصفوا وعملوا؟ على فكره زمان واحنا في المدرسه واحنا اطفال صغيرين كانوا بيعملوا علينا غرامه فعلا لو حد فينا رمى ورقه في الارض. أيوة. وكان يبقى العقاب الاول ان انت تنزلي تلمي كل الورق اللي في الحوش بقى، ما هو انت مش رميتي واحده بس في غيرك كلكم انزلوا لموا يعني وادفعوا فلوس. فاعتقد انه فعلا للاسف في بعض الامور بتيجي بالقانون او بتيجي بالتجريم للأسف يعني. او من الغرامه يعني للاسف اللي هي قوانين التجريم. بس هتقولي ايه، هتيجي تقول لك ايه يعني احنا عشان نعمل الحركه دي، عشان ابقى منصفه شويه، عشان نعمل الحركه دي ونبتدي نجرم على البيئه ونبتدي نجرم اللي هيعمل، لازم الاول نرفع الوعي ونرفع الثقافه ونرفع التعليم. احنا لو رفعنا الثقافه والوعي والتعليم هتلاقي الشخص من نفسه من غير قانون هيعمل كده. بس احنا عندنا مشكله ان احنا عندنا فعلا، انا مش عايزه اقول لك ان طبقه المثقفين في مصر وطبقه المتعلمين، مع ان احنا يعني في دعم الحكومي من زمان من واحنا صغيرين، لدعم حكومي للتعليم ودعم حكومي لكل يعني للتعليم وللاطفال والمدارس الحكوميه و الى اخره، لكن دايما تلاقي ان عندنا مشكله في تسريب او تسرب الأطفال من المدارس. ما بياخدوش التعليم الكافي، ممكن يبقى طلع وخد شهادة بس تسأليه مش عارف كان حافظ ولا كان ايه بالظبط. ما ده ملف بقى تاني، ملف آخر لوحده. لكن احنا عندنا مشكله فعلا في الثقافه، مش هقول بلاش التعليم لكن هقول الثقافه. بس خليني اقول لك حاجه، انه النظافه فعلا او الشعور باهميه ان انا احافظ على نظافه المكان اللي انا عايشه فيه ملوش علاقه لا بتعليم ولا بثقافه. يعني بنشوف ناس بسطاء جدا لكن هم عندهم النظافه جزء مهم من حياتهم، وبنشوف ناس في قمه الرقي المفروض لكن تصرفاتهم غير مقبول. هي ليها علاقه برضو بالاسره، ما احنا دخلنا الثقافه الاسريه، الثقافه العادات والتقاليد اللي اتربى عليها الطفل وهو صغير، لا بابا بيعمل كذا او مامته بتعمل كذا او مامتها بتعمل كذا، هتطلع بالتالي شبه البيئه اللي اتربت فيها. هي ليها علاقه برضو بالمجتمع او البيئه اللي الشخص اتربى فيها، فده حقيقي بتاثر عليه السلوكيات. احنا زمان كنا بنعمل في الاعلام، بما اننا دخلنا على قصه اللي هو الاساس الموضوع الاعلام ودور الاعلام، زمان كنا اساتذتنا يعلمونا حاجة اسمها الحملات الدعائية أو الحملات الإعلانية لتغيير السلوكيات. صحيح. يعني كان زمان في حاجة اسمها إيه؟ الحملات الإعلانية لبيع أو شراء المنتجات دي اللي بنشوفها على طول في التلفزيون. لكن في دور للإعلام اسمه حملات المدة الزمنية الطويلة، اللي هي أنا هغير سلوك في 5 سنين. صحيح. فاجي أعمل إيه مثلا؟ فاكرين الله يرحمها كريمة مختار اللي كانت بتعمل إعلانات عن لست البيت في الريف، ما تسيبيش الفاكهة عريانة، الصح انك تغطي طبق الفاكهة، بنتك مش عارفة تعملي معي، كانت حملات دعائية لتغيير سلوكيات الشعب. تمام. فين دلوقتي الإعلام منها؟ احنا بنعمل دلوقتي إعلانات فقط لبيع المنتجات، لكن ان يبقى في حملات لتغيير السلوك قد ايه زمان كانت حملة ادي ظهرك للترعة وحملة كمان، يعني في حملة كده كانت عن تنظيم الأسرة. طبعا في حملات كتيرة الحقيقة، وعندك جابت هو احنا لازلنا برضو زي ما هنرجع نأكد انه لازلنا كإعلام رسمي بنلعب هذا الدور، بس احنا في ظل طبعا القنوات الفضائيات الكثيرة جدا الدور ده غاب في النص، لانه مش كل الفضائيات بتهتم بيه. واعتقد ان ده دور وطني، يعني حتى لو احنا إعلام رسمي وفي إعلام خاص في مصر، هو لازم ينبغي عليه او دوره أساسي ان هو برضو يلعب هذا الدور او يشارك في هذا الدور. انا بشكرك جدا دكتورة.
الدكتوره سمر يسري مدرس بكليه الاعلام، نورتينا، بشكرك شكرا جزيلا. وان شاء الله خلال الايام القادمه هنشهد قمه المناخ الكوب 27 في شرم الشيخ، وان شاء الله هتكون قمه ناجحه، وندعو اهو من خلال طعم البيوت كل مشاهدينا من فضلكم تابعوا هذه الجلسات، لانكم بالتاكيد هتستفيدوا، يعني مش بس هتستفيدوا معلومات ولكن هتستفيدوا في حياتكم، هتستفيدوا ان انتم تعيشوا وتعيشوا اولادكم في بيئه نظيفه في المستقبل.